دابا كانوا كيشري وكيديروا منه دوك الخيام. الخيام شنو التليفون انا نوجدو صافي تجي نلقاه موجود. ما عليكش بطال نتايا دابا ما كيكونش العام كامل. لا غير هذه الخيطه ديال الربيع صافي. سيف دابا والله الا راه انا فرحان اللي راني معاكم دابا. طريق وبمستوصف طبي باش العيالات ديالهم الا بغاو يولدوا يلقاو فين يولدوا. غير حدا هذا المنظر الواعر. شوفوا منين طلع. تضربوا بلي كتجي كتشطر الثلج. يعني لا حد الثلج ما كتخليكمش معزولين. في هذه البلاد ولا لا؟ عمرني ما جيت لهذ البلاد. اخوان دابا فراغ نمشيو مع السي محمود. شنو الاسم ديالك؟ انا حسن محمود. السي حسن محمود والسي محمود فين غنمشيو دابا؟ الزريبه ديال الكسيبه. نمشيو للزريبه ديال الكسيبه. اش غادي نديرو؟ غادي نردوهم للزريبه ونجيو غادي نروحو للكسيبه ونجيبو الزريبه ونرجعو في حالاتنا. صافي نحلبوها وتحلب المعيز. آه. دابا شحال ديال المسافه كتضرب بحال هكايا؟ قريب بحال نص ساعه. واحد نص ساعه بحال هكايا يعني كل نهار؟ كل نهار في الصباح وفي العشيه. الصباح نص ساعه في العشيه تقول ساعه لما كان ما بين الصباح و ساعه نص ساعه مشي ونص ساعه مجي. آه. كل نهار. وانا كندي العلف في الحولي. الحولي هذا شحال من حولي عندك؟ عندي واحد. واحد هو اللي كتعلفو. ديما. والنعاج عندي واحد شي بركه. شي بركه. لا النعاج ما كتعلفهمش. لا ما كتعلفوش هاد الساعه. هذا شي حولي مات هنا مسكين. واه شوف سبحان الله شوف ويلي قاب قرونو بكل براسو بكل شيء. عندنا شويناه والله الا بحاله مشوي. عمرك جيتي هاد البلاد ولا لا؟ عمرني ما جيت لهاد البلاد. ايوا مرحبا لهاد البلاد. الله يبارك فيك السي محمود. وقاش ما جيتي مرحبا بك. الله يبارك فيك. لا انت لا العائله ديالك. الله يحفظك ضروري غادي نعاودو نرجعو عندك. اجي مرحبا بك لا انت لا العائله. كما كتشوفوا الاخوان شوي هو واحد جدي. هذيك هي اللي غنديرو ان شاء الله. ان شاء الله. المره الجايه غناخذ واحد جدي وغنشويو. التليفون انا نوجدو. صافي تجي نلقاه موجود. موجود وندبحو له ونشويو بعدا باه القران. هذيك هي الوارة. هذيك اللي هي الوارة. دابا الاغنام اللي هنايا حاضيهم الله. غير سيدي ربي. ما كاينش اللي كيقرب ليهم. لا. الناس ديال المنطقة دابا هنا عارفين كل واحد والغنم ديالو. كل واحد كيحضي الكتيبة ديال واحد. دابا انتوما حاضين ديال بعضياتكم. واه. شي كيحضي لشي. شي حضي. سبحان الله. دابا هذه هي الحياة ديالكم. هذه هي الحياة اللي لقيت الوالد وراني تابعت الحياة ديال الوالد. حرفتو. حرفتو. الحرفة ديال الوالد كانت بحال هكايا. هذه هي. بقيتوا انتم مكملين المسار. غير انا اللي بقيت هنا في هذه البلاصة. خوتي هربوا من هذه البلاد. كلهم هاجروا. هاجروا مشاو للمدينة. انت بقيتي محافظ على العادات ديال الوالد. ايوا بقيت جديت التقليد ديال الوالد. حنا ما نساوش داك الشيء التقاليد ديالهم. لا لا تبقى ذكرى. ضروري تحافظ على داك الشيء واخا غير واحد في العائله. واه ماشي كل شيء. حاضي هاد البلاد وحاضي هاد الديور. حتى ينوض الله. هنا الحياه قاسيه هنا. واه قاسيه. صراحة كتعيشوا واحد الحياة قاسية. زوينة. زوينة ولكن قاسية. صعيبة شوية. صعيبة. قاسحة. ولكن في وقت نقول لك. وقت الثلج. وقت الثلج اللي كتكون قاسحة. واه قاسحة. كتكون قاسحة بزاف. وفي هذه الساعة كتكون زينة. دابا بخير. بخير. الترونسبور ديما كيكون. الترونسبور كيدوز كل نهار. كل نهار واخا في وقت الشتوى. كتقول لي قاسية. واخا في وقت الشتوى. ديما طرابو بلي كتجي كتشطر الثلج. يعني لحد الثلوج ما كتخليكمش معزولين. لا ما كتخليناش معزولين. مزيان.
طريق عندنا غير الطريق اللي خايبه. طريق عندكم مكرفصه. مكرفصه ما كانش ليها ضرر عليها. مكرفصه. ماشي غير مكرفصه. خايبه. دابا الطريق ما كتشجعش الناس باش يبقاو يجيو هنا. انت دابا جيتي دابا هاد المره. ولكن المره الجايه يقدر تعجز. تقدر تعجز طريق على الطريق ما يخليكش ترجع. لا انا عرفتي جيش مع ديك الطريق ديال ايموزار مرموشه. راه العذاب الالي. دابا حنا ما عندناش المسؤولين اللي غادي زعما يهضروا على الطريق. راه مزيان. لو كان غادي شوف لو كان غادي يتصاوب لنا الطريق. تكون الدعوه مزيانه في كل اي وقت. الشتوى الصيف الربيع. لو كانت الطريق هنا مزيان كان غتحرك عندكم السياحه اكثر من هكا. دابا دابا واخا هكاك السياحه ضعيفه عندكم. دابا قلت لك اللي جا لهنايا اول واحد القطره ما يقدرش يرجع. كيتكرفس هنا لا هو لا طوموبيل لا كيرجع ويدي الطوموبيل للكراج. شكون اللي كيرسم هذه البلاد؟ من هذه السياحه هو تطوان وكازا. واخا ولكن الطريق هما اللي كيجيو هنا. هما اللي كيجيو كيجيو بزاف هنا. كيجيو بزاف كازا وتطوان ديما كيجيو. الطريق كتوجد عليهم الطريق كتوجد. توجد هذا كيجيو. توجد. طريق وجدة بشحال بعيدة عليكم من هنا؟ شنو؟ وجدة وجدة بعيدة بعيدة بزاف بعيدة شي 100 درهم ديال الماركو 300 كيلومتر 300 تبارك الله من هنا تازا 100 كيلومتر هو تازا لهيه وعاوتاني واقيلا 160 ولا 100 طلع أي سيمانة الصومي أي سيمانة؟ مرة في السيمانة إلا ولفتي راه طلع طلع وماله ايوا مزيان كما كتشوفوا الاخوان فراه السي محمود يعني كيدير هاد الطراجي كل نهار جينا من مورا دوك الجبال يعني السكنه ديالو مابقاش كتبان جينا مع ديك الطريق وجينا دابا الاغنام ديالو راه هما الفوق خصو يردهم كاملين ويديهم للزريبه وعاود يدي المعيز حتى الزريبه الاخرى حتى الزريبه الاخرى باش يحلبهم يعني واحد يباتوا تما والصباح ثاني غادي تجيبهم الكتيبه تجيبهم ثاني حتى لهنا يعني واحد المعاناه يوميه شوفوا تبارك الله هذا هو الجبل ديال موسى وصالح هذا هو الفاس ديالنا هذا راه هو الجبل الاخوان ديال موسى وصالح اللي بغى يتمتع يجي مرحبا به يعني هاد الاغنام راه ضاربين فيه النص تقريبا النص طالعين للنص ديالو باش كيرعاو واه واه غير شو الطريقة ديال التعامل معاهم كيفاش يعني كيدير واحد الصوت كاملين كيبقاو يشوفوا فيه غير حدا هذا المنظر الواعر شوفوا منين طلعنا الاخوان والشانطي راه منين جينا راه الدار عرفتوا شحال ضربنا انا والله ما قدرت شوف 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 شو تبارك الله شحال طلع عندهم مشي نوصل عليه شوف 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 تبارك الله لا طلع كيطلع هما كاملين بداو كيرجعوا كاملين بدلوا المسار ديالهم صراحة واحد حياة صعيبة هنا فريمون حياة صعيبة هما الأغنام الإخوان فرا ردهم من داك الجبل اللي لهيه هما دابا جايين غادي يمشيو دابا للزريبة انا قيد ديال الكتيبة وقيد ديال ما عليكش بطل نتايا ترك بطل ديال الجبال اي حاجة غادي تصورها اي حاجة كتقيديها الله يعطيك الصحة وفين هي الزريبة شنو هو الزريبة فين هي هي قدامنا لهيك والفاس ديالنا شوف شوف شحال ديال المعاناة الاخوان عرفتي الطريق واعرة هنايا كلها حجرة عرفتي هاد تغفل مشيتي
تبارك الله شحال ديال الاغنام عنده، الله يبارك ليه فيهم. شو تبارك الله، كيعيشوا وسط هاد الجبال هادو. شوف 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 فرق تبارك الله، الله يبارك ليه فيهم، اللهم بارك. اللي شاف الاخوان هاد الفيديو يقول تبارك الله، المنظر ديال الجبال كيما كتشوفوا كيدير. واه تولوج. شكرا على السي سفيان، الله يحفظك، وشكرا ليك انت اللي عشنا معاك التجربه. يا جي اخويا مرحبا مرحبا، والله الا شكرا ليك انت اللي عشنا معاك التجربه الواعره. هذه حياه يوميه عند السي محمود، يعني هادشي كتعيشو كل نهار. كل نهار لمده شحال؟ الى يوم السنين. لا شحال من عام وانت كتعيش بحال هكا؟ فايت 30 سنه. وانت شحال عمرك دابا؟ عندي واقيلا شي 42. 42 42 سنه. ملي كانت عندك 12 عام وانت تعيش بحال هكا؟ والله الى منين كانت 12 عام وكنت هز هاد العصا. ملي كانت عنده 12 عام طيب الله. تيبدل الله الحال بحال اخر، ونتمنى والله يبدل يعطيك شي حياه احسن من هذه. واخا هاد الحياه راه زوينه، حياه بحال هكا زوينه، بحال هكا هي زوينه لو كان ما معاه شويه التكرفيس. والله الا زينه. والتكرفيس راه ضروري، ضروري يكون فيما مشيتي كتلقى التكرفيس. دابا كيوردوا من هاد العين هادي. فين؟ من هادي. هادي ما فيهاش العين كانت. نشفات هادي، ما بقاش فيها الماء. ايوا انت كتشوف اخويا كيفاش عايشين. الله يعطيكم الصحة. أنا وياك أخويا. اللهم آمين، وجميع اللي كيشوف هذا الفيديو. الدراري أنا ما غادي يعثرهمش. الدراري ولادي عندي ثلاثة، جوج دراري وبنت. أييه. شديتهم كاع للمدرسة. البنت كتقرا في الباك. تبارك الله، الله يخليها لك. وواحد الولد ديالي خدام مع الدولة عاود. مزيان الله يعطيك الصحة. غير واحد الصغيرة. الحمد لله كما كتشوفوا، هذا الشيء اللي عجبني في السي محمود، ان الوليدات ديالو فراه مغامر معاهم في الدراسه. يعني قلتي لي كاري لهم في رباط الخير. كاري لهم في رباط الخير باش يبقاو محافظين على الدراسه ديالو. البنت ديالك كتقرا في الباك قلتي لي؟ باك علوم فيزيك. تبارك الله، الله ينجحها. يعني في هذه النقطه راه مزيانه، ماشي بحال شي مناطق كتلقى الوليدات ديالهم مهمولين ما تيقراوش. بحال ديال ولاد الصحراء. ولا تيقراو مثلا حتى للرابع ولا الخامس صافي وكينقاطعوا على الدراسه. لا السي محمود فراه حافظ الوليدات على الدراسه ديالهم، وهذه فراه نقطه كتحسب ليه. كما سمعتوا الاخوان، فراه محمود السي محمود كيطالبوا الناس هنايا كما قلتي لي. باش كيطالبوا؟ طالبوا غير الطريق يتخدم ويديروا لنا نط الطبيب يكون معنا هنايا. وانا مرايا صاحبي الا بغات تولد كنجيبوها من طنك، من واحد الدوار كانت من طنك رامت حتى لبويبلان عاد كتلقى لابيلونس. بزاف عليهم كما كتسمعوا، فراه هاد المطالب ديالهم راه بسيطه بزاف. تخيلوا معايا ان هاد الناس كيطالبوا غير بالطريق وبمستوصف طبي باش العيالات ديالهم الا بغاو يولدوا يلقاو فين يولدوا، ما يبقاوش يتكرفصوا ويتسناو لومبيلونس وكل شيء. يعني هنا فراه كاين مجموعه ديال السكان، كاين حوالي ما عرفتش شحال شحال ديال السكان كاينين نتوما هنايا. فراه كاينه هنايا 100 دار، يعني 100 دار فراه ماشي صعيبه باش يديروا لهم هنا واحد المستوصف طبي. الاخوان ممكن الضوء ما كاينش بزاف، ولكن حنا الهدف ديالنا هو نوصلوا المعاناه ديال هاد الناس ونوصلوا الحياه ديالهم ليكم ونعيشوا هاد التجربه معاهم. يعني فراه ما كيطالبوا هاد الناس بوالو، كيطالبوا غير بمستوصف طبي وكيطالبوا بالطريق، يعني واحد الحق اللي مشروع ديالهم ومن حقهم يطالبوا به. كنتمنى هاد الفيديو يتبارطاجا على اوسع نطاق باش لا كان شي مسؤول كيسمع يحاول يحقق لهم هاد المبتغى ديالهم. فراه مبتغى اللي بسيط وبسيط بزاف. حنا كنطالبوا غير الطريق، ما طالبتو بوالو. هادشي اللي كطالبوا به راه بسيط.
وحاجه بسيطه. حاجه بسيطه. اما دوك المعيزه يبقاو هنا هادوك؟ هادوك يبقاو ها هما مشاو الاولاد ديالي. والاخرين؟ هما مشاو. وهادو؟ هادو يبقاو هنايا. حافظين هما السيستيم. السيستيم ديالهم. هادوك دابا يبقاو يتسناوك ولا يمشيو؟ يمشيو قدام يشمو. سبحان الله. يعني داك الشيء مضبوط. من دونه من دون الاخرين. واه. انتم الاخوان. فراه هاد الحولي هو الفحل ديالهم. يعني كل نهار كيجيب لي اش كتجيب لي الزرع ولا الشعير؟ كيجيب لي الزرع. كيجيب لي الزرع منين كيوصل والنخاله كيوصل لهاد البلاصه كيقول لي حل 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 صافي وكيجيبو وحدو كيعلف. ها نتوما يعني واحد السيستيم اللي واعر بزاف. ها هو كيبقى كاع بوحدو واخا الاغنام الاخرين كيمشيو فراه كيبقى كيعلف. صافي دابا صافي سالينا. هادي هي الزريبه. هادي هي الزريبه. واه دابا هذا غيسالي غيمشي لبلاصتو غادي ينعس. والخنشه كتبقى هنا حتى الصباح. حتى الصباح كنجي نهزها. سيستيم واعره. يلا اخويا سفيان. يلا اخويا نتوكلوا على الله. نعاود نفطروا مع المعيز. نمشيو دابا نحلبوا المعيز. ويا اخويا. يا الله اخويا. يا الله السي محمود. كما شفتوا الاخوان. يعني واحد السيستيم عندهم اللي زوين بزاف. كل شيء مضبوط. الحيوانات عارفين عارفين البروغرام. المعيزات اللي غيبقاو هنايا فراه كيمشيو هنا. المعيزات اللي خصهم يمشيو الزريبه الاخرى عند وليداتهم فراه كيتعزلوا. الحولي اللي كيعلف فراه كيمشي للبلاصه ديالو. الله يعطيكم الصحه سي محمود. بارك الله فيك اخويا. دابا الاخوان غادي نمشيو نشوفوا المعيزات كيفاش كيتحلبوا وغندوقوا الحليب ديالهم ياك. وغندوقوا الحليب ديالهم ان شاء الله. الله يعطيك الخير. بارك الله يحفظك. كما كتسمعوا الله يحفظك السي محمود. والله الا راه انا فرحان اللي راني معاكم دابا. انا اخويا حتى انا والله اخويا لا فرحان انني كنعيش معاكم هذه التجربه وكنعيش معاكم هذه الحياه ديالكم بحال هكايا. والله الا نهار كبير كما كتشوفوا الاخوان فراه الجود والكرم ديال هاد الناس فراه شي حاجه ما يمكنش. مهم غنوصلوا ان شاء الله لعند المعيزات ونبارطاجيو معكم عاوتاني الاجواء كيفاش غادا تكون. راه رجعنا مع حلول الظلام. يعني شوف فين مشينا فاش كان الضو. دابا راه رجعنا شحال من شحال ديال الوقت دابا درنا؟ ساعة. ساعة شي ساعة ديال الطريق دابا ما بين المشية والرجعة. كما كتشوفوا الاخوان فراه الزوجة ديال السي محمود هادي الطريقة باش كتحلب المعيزات. دابا شحال كتعطي هادي من ايترو مثلا؟ شي 5 ايترو. هادي؟ شي 10 المعاز كيعطيو 10 ايترو. 10 المعاز يعني كل وحدة كتعطي ايترو. سير هادي كتشوف. ليه ديال المعز. طبيعي هذا ديال العشوب دابا هذا. شوف الطريقة كيفاش كتم. دابا تشرب شوية غتحس به. هاد المعيزات مولفين السيستيم تاعهم. مولفين حافظين. كتصور دابا. ها انت كتشوف السيستيم ديالنا. دابا منين كيولدوا شحال كيبقاو ديال الوقت كيعطيو الحليب؟ لا غير كيولدوا كنحلبوا. لا انت كيحيدوا الحليب. نهار دي كيولدوا كناكلوا واحد بحال الجبن. فاش كيولدوا كيكون فيهم بحال الجبن. ها شتي داك نتاع انتوما اللي كديروا داك الفلو. الفلو. كيكونوا بحال هكاك. بحال هكا كيعطيو بحال الفلو. ديك الساعه هذاك تكون معايا ديك الساعه. ما تشبعش من داك الشيء. والله علاش بعتي؟ هذه بيضاء هذه. واه. هذه ماركة أخرى هذه وقتها. واه. سميت هذه الماركة دابا؟ بيضاء. لا نفس الفصيلة. واه. هذو كاملين عندك فصيلة واحدة. واه.
صافي. دابا هاد الحليب هو اللي كتستعملوا في هاد المنطقة؟ واه، لا ما كنشريوش هذاك الاخر. هذا هو اللي كتعيشوا به، ما كتبيعوه ما والو؟ لا. لا ما كنبيعوش. هو غير في هاد الوقيتة كيكون صافي. في الصيف لا. دابا ما كيكونش العام كامل. لا في الصيف لا. غير في هاد الوقيتة ديال الربيع صافي. الصيف دابا كنخليو هاد الجديان باش يكبروا. نبيعوهم ب 20 14 15. كتخليهم يشربوا الحليب باش يكبروا. سبحان الله. ها وحدة عاود بيضة. شهبة. شهبة. هذيك الأولى بنتها. هذيك بنت هذي. واه. هذي دابا اللي حلبتي قبل منها بنتها. واه. هذيك كبيرة تبارك الله. هذي كبيرة. لا الأخرى كتبان كبيرة. واه هذي. هذي دابا مسكينة كبرات. كبرات. دابا هذي رباعية ولا؟ سداسية. تبارك الله. ناشطة شهية. الله يعطيكم الصحة، هذا الشيء زوين. هذا الشيء تبارطاجا مع الناس السي محمود. يعني يشوفوه الناس. يشوفوه الناس. صافي. باش يتعرفوا على الحياة ديالكم كيفاش كتعيشوا. ايوا كل واحد كيفاش كيعيش. انت كتشوف كنجيبو وحده وحده. دابا حافظهم. دابا انت شكون هي اللي تحلبات وشكون اللي باقى؟ واه كيعقل. تبارك الله كيعقل عليهم. هيدي تعيش. تبارك الله هادي فيها الصوف بزاف. فيها الشعر. هاد الشعر ديالهم توا كيصاوبوا منه شي حاجه. واه كيجيو من الدار البيضاء كيشريوه. هاد الشعر كتدزوهم دابا نتوما واحد الوقت. واه كتجي وقت الدزازه ديالهم. واه غير توصل شهر 6 ايه كنحيدوهم دار هاد الشعر. كتحيدو لهم انت؟ واه دابا كانوا كيشريو كيديروا منه دوك الخيام. الخيام. واه دابا ما بقاوش. دابا داكشي ولا كيتصاوب. واه الشعر ديالها تبارك الله قوي. ثم كتحلبوا بالماكينة. دابا المدينة كيحلبوها بالمواكل. حلا هاد الحليب ديال الليل راه هو كلشي. حنا قلال حاجة لما درتيهاش بيدك راه ما عندها تا بنة. سير طلق. طلق الحليب ديالهم فيه الكشكوشة. ايه دابا كتصفيو هاد الحليب؟ كنصفيو. مازال كتصفيو؟ كنصفيو. الله يعطيكم الصحة. كنصفيو حيت لا باري يجي تما شي الشعر ديالها. اجي هذاك صوت عريش غيطه. هذوك يرجعوا لراسهم ولا نردهم لك؟
بالله سبحان الله تقول ها هي سالت هذه هي الاخرى هذه هي الاخرى شحال دابا شي 5 ولا 6 10 10 10 عاين تقول الجديان يعني 10 دابا شحال كيعطيو 5 يطرو اه هذه دابا هذه 5 يطرو والله ما كنحلبهمش مزيان خليت فيهم اه كتخلي على حساب الوليدات ديالهم باش يرعاو ها انا سالين امال الوليدات ديالهم ها كل واحد يعقل على امه ها صافي ساليتي كل واحد كيقلب على امه ها هو ها هو دابا هذا لقى امه ها سبحان الله ها هو شارب هاي تتشمس سبحان الله الله يلا معك شوف سبحان الله كل واحد كيمشي عند مو سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يا الله كيما شفتوا الاخوان راه سير تبكى شفنا الحمد لله العمليه ديال كيفاش يحلبوا الماعز ديالهم وكيفاش يعيشوا الحياه ديالهم وكنبغي نقدم واحد التحيه لهاد النساء المناضلات كما شفتوا هنايا ترى المراه تدير كل شيء كطيب تتعجن تتحلب وكتلقاها بشوشه وفرحانه هذوما النساء المغربيات اللي بغينا نشوفوا كنقدموا التحيه ليهم وتحيه كبيره بزاف